مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات الجميلة على كنار تي في. اليوم حيكون عندنا شخصية رائعة حضرت إلى كندا منذ حوالي 4 سنوات ونيف من سوريا الحبيبة، لكن هذا الشخص تحدى الصعاب هو وعائلته وصنع من المستحيل أعجوبة، صنع من المرارة حلاوة، فجعل من مصنعه مصنع الشوكولاتة مصنعا يتكلم عن السلام ويرسل تحية السلام. والسلام عليكم. اليوم بده يكون معنا شخص متميز، حترك الشرف لأستاذ محمد إنه يقدمه. أنا بدي أقول في البداية دكتور جمال، من رحم المعاناة تولد العزيمة، ومن رحم الألم يولد الأمل، وفي قصة النجاح التي نستضيفها الليلة تجسيد لكل معاني الإرادة والعمل والمثابرة والإصرار على الحياة، كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. طارق عصام هدهد، شاب طموح كان يطمح أن يكون على مقاعد كلية الطب، وفي لحظة من لحظات القدر وجد نفسه لاجئا في لبنان، فاستنفر قدراته متطوعا مع الأمم المتحدة لمساعدة أبناء شعبه من ويلات الحرب المستعرة في بلده الحبيب سوريا. ومن لبنان حطت رحاله في كندا يواجه المجهول من جديد، إلا أنه لم يزل هو ذلك الشاب الطموح بالإرادة والعزيمة. وبعد حين ليس بالبعيد تشع إشارات النجاح وبدأ أنها ستتحقق، بل كان طارق نجماً ساطعاً من نجومها في المرحلة السورية في الوطن الكندي الجميل. يذكره رئيس وزراء كندا أمام دول العالم في الأمم المتحدة، ويطرده في انتيغنيش في نوفا سكوتشا، وكنديون أخبر. والأهم من ذلك كله سورنا ومعهم العرب يرفعون به وبعائلته الرائعة الكريمة. اهلا وسهلا طارق هدهد. اهلا طارق. مساء الخير دكتور جمال، مساء الخير استاذ محمد، شكرا كثير على الاستضافه. اهلا طارق، يشرف. شرفتنا، شرفتنا. والحقيقه هذا شرف لنا ونفتخر فيك، وحقيقه هذا اللقاء انتظرناه وانتظره الاصدقاء منذ فتره طويله، وان شاء الله يجدون بهذا اللقاء ما يروي ويشفي الغليل، يشعرون معك أنهم أمام قدوة يحتاجون أن يتعلموا منها ويستفيدوا منها الدروس والعبر. أبدأ قبل الحلقة غششتك إياه وحكيت لك عنه، من هو طارق هدهد؟ بطاقة. تحياتي للجميع، تحياتي دكتور جمال، استاذ محمد، لجميع اللي عم يشوفونا الليلة، مساء الخير. اسمي طارق هدهد، انا من سوريا، من الشام. كنت مولود بالشام لعائلة معروفة جدا هنيك بريادة الاعمال. الوالد بلش بالبزنس تبعنا بعام 1986، وبعدين لما انا خلقت كان عندي طموح فعلا كبير اني انا اصير بفوت بمجال الطب، لانه كنت دائما انا اربط بين مجال الشوكولا اللي هي كانت طموح العائله وحلمها وشغفها، وبين الطب اللي هو كمهنه انسانيه. انت لما بتربط بين هذول الشغلتين اللي هي شوكولا بتقدر دائما بترفع نسبه السعاده، وبالطب بيخفض نسبه الالم عند البشر جميعا. ف هذا الطموح عندي كان دائما يكبر ويكبر، لحتى الحمد لله دخلت بكلية الطب بالشام. ولكن نتيجة الحرب اللي بلشت بسوريا بهذاك الوقت، كنت أنا تقريبا على حافة التخرج، ولكن
اضطرينا انا وعائلتي نترك كل شيء بعد الحرب وبعدين رحنا على لبنان. فالسؤال عميق، ممكن احكي عن حالي انا لمده ساعتين، بس في فوت كمان في تفاصيل عن العيله وعن التاريخ. طبعا في كثير اشخاص من سوريا كمان هلا هن لايف معنا بيعرفوا بالضبط نحن من وين اجينا والعالم. اجيت انا على كندا بال 2015، رح فوت اكثر بتفاصيل الرحله بعد شوي، بس لما اجيت على كندا انا وصلت مع هاجس اللي هو نشر رساله. انت ما نحن بس ما اجينا على كندا كاشخاص، نحن اجينا على كندا موفدين برساله ساميه، واللي هي انه نحن ننشر الثقافه وننشر الحضاره وننشر الافكار اللي نحن جبناها بطريقه لطيفه وبطريقه تساهم ببناء السلام، لحتى نقول لهم للمجتمع الكندي وللمجتمع المضيف انه نحن ما اجينا لهون لناخذ من اي شخص بهذاك الوقت، اجينا نحن لنبني، اجينا لنعطي، واجينا لنشكر العالم اللي مدت ايد المساعده لنا بوقت كل دول العالم كانت مسكره كل الابواب. فهلا حاليا انا بمنطقه اسمها انتيغونيش بمقاطعه نوفا سكوشا على المحيط الاطلسي، يلي هي فعلا كان حلم لي لما كنت ولدان بسوريا، كان حلم لي اوصل للمحيط الاطلسي خلال فتره قصيره. بس بصراحه كنت مفكر اطلع يعني برات سوريا زياره لدول العالم بعدين ارجع، ولكن تحقق الحلم بطريقه مختلفه. ولا جيت انا وصرت ابن من 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 اولاد مدينه انتيغونيش بمقاطعه نوفا سكوشا، وان شاء الله نكون عم نساهم بنشر صوره ايجابيه عن المجتمع المهاجر لهي المقاطعة. أكيد بتحب السباحة بحكي. هوايتي المفضلة. طيب ممتاز. أنا بدي أسأل سؤال، عادة هذا السؤال بنسأل في نهاية الحلقة، لكن بما أننا بنحكي مع طارق اللي رسم يعني صورة جميلة للشاب السوري اللي موجود في كندا، أنا حابب أبدأ في هذا السؤال. البداية لازم تكون يعني بلطيفة هيك خفيف. بدي أسألك ثلاث كلمات وتحكي لي شو بعنوا إلك. الكلمة الأولى سوريا. بلدي الأم يلي ما رح أنسى بحياتي، يلي هو رباني على القيم يلي أنا جيت فيها على كندا. حلو. كندا الوطن يلي ما ولدت فيه، الوطن يلي اخترته. حلو. عصام هدهد. والدي قدوتي وتاج راسي صراحة، هو الشخص الأول بحياتي اللي بلجأ له لما يكون عندي أي تحديات وأي مصاعب، والله يخليه فوق راسي. ربنا يحفظ لك إياه يا رب. خليه طارق، أنا حلتقط من جمال هذا السؤال وأبدأ من حيث انتهى. في يوم إله ضوء قمر وإله نور مشع وإله أمل كبير جدا، إلا أنه أكيد في إله خضة قوية جدا على الأسرة. جاء المهندس عصام هدهد وألقى أمامكم قرار: أريد أن أتخلى عن مهنة الهندسة والعمل في الهندسة لأصنع مصنع للشوكولاتة. يتكرر الأمر مع ابنه طارق هدهد الذي يريد أن يكون على مقاعد الدراسة في كلية الطب، ليصبح بعد ذلك أحد رواد الأعمال في كندا. لا أظن أن لديك الكثير من الوقت حتى تكون أحد طلاب الطب في مقاعد كلية الطب، وهذا ما سنعلمه منك بعد قليل. ولكن ألا تجد أن هناك صورتين متقاربتين واضحتين؟ كيف ترى ذلك؟ طبعا في تشابه، والتاريخ بعيد نفسه بس بطريقة مختلفة جدا. بال 1986 تقريبا وبعد، حتى لما الوالد قرر انه هو يترك المجال اللي هو كان فيه ويلجأ لريادة الاعمال، بتلك الفترة ما كان حدا مؤيد للفكرة، ما كان حدا مآمن فعلا انه ريادة الاعمال ممكن
تصنع مستقبل للأشخاص بالوطن العربي. أنت إذا ولدت في عندك هاجس تبقى إحدى شغلتين لحتى تكون ناجح بالمجتمع، يا أما أنت دكتور يا أما أنت مهندس. 99% من الأمهات بالوطن العربي بدهم أولادهم يكونوا أطباء، 1% بدهم إياهم يكونوا مهندسين. فوين وين باقي العالم يعني؟ وين باقي الشغلات؟ وين المحاميين؟ وين رواد الأعمال؟ وين بناة المجتمع؟ وين المثقفين؟ وين ناشري العلم؟ ما في لهم وجود ابدا يعني. لما انت تخلق ففي صوره نمطيه انه انت اللي حتكون ناجح لازم تكون واحد من هذول الشغلتين. صحيح. فالوالد لما هو كان بمجاله حابه نعمل شيء مختلف، حاب انه يبلش بالبزنس، مو لانه هو عنده غايه الربح او غايه والله بناء امبراطوريه انه يصير واحد من اثرياء سوريا، ولكن كان عنده غايه نبيله هو نشر البسمة. كان الوالد دائما يقول لما يفوت على البيت انه لما اي شخص بياكل قطعة شوكولا بيفرح وبيبسط وبتنرسم البسمة على وشه، ما حدا بياكل شوكولا وبيكون حزين. صحيح. فالمنتج اللي الوالد بلش فيه من صراحة من عقود من الزمن، هلا كملت القصة لما نحن اجينا على كندا بس بطريقة مختلفة تقريبا، لانه انا لما وصلت على كندا فعلا كان انا قدمت لاجي على كندا عن طريق ويسك اللي هي World University Services of Canada. كانت بلبنان لما انا قدمت على السبونسر على السكولرشيب لحتى اخذ منحه واطلع كمل هون دراستي وخلص بالطب وفوت ريزيدنسي يعني، وكانت اموري تقريبا ماشيه. ولكن ما اخذت المنحه لانه بهذاك الوقت كان في عدد محدد من الاشخاص اللي هن قابلوا. صراحة أصابني إحباط شديد يعني لما كنت بلبنان بال2014، وقلت خلص انتهت القصة يعني، إنه ليش لحتى أنا أرجع تابع الموضوع، خلص انتهت القصة، أنا مالي طالع على كندا. وطريق الرجعة على سوريا كان منتهي يعني، طيب نعرف إنه نحنا خسرنا كل شيء بسوريا، خسرنا البيت، خسرنا المعمل، وكثير أفراد من عائلتي ضحوا بحياتهم بسوريا لحتى يحفظ باقي أفراد العائلة، وكثير أفراد من عائلتي معتقلين، منسيين، مفقودين، انجرحوا بالحرب. فلما نحن وصلنا، لما أنا أخذت الفرصة لأني أطلع على كندا بال2015، كان عندي حاجز اللي هو أنه be flexible. ما في أي شخص بالحياة يعني تجري رياح بما لا تشتهي السفن، مو دائما الحياة رح تكون على هواك، انت لازم تتأقلم مع الوضع الجديد. وهي رسالة لكل المهاجرين. في كتير اشخاص بيجوا على بلد مثل كندا او بيطلعوا على اوروبا وبيكون عندهم افكار معينة، يعني بيكون عندهم مشاريع جدا ممكن تكون ناجحة، ولكن ما بيلاقوا الفرص اللي هن كانوا متوقعينها. صحيح. فبيصيبوا احباط شديد. الرسالة هو أنت لازم تكون مرن، متى ما وصلت على مجتمع جديد تكون مرن وتلاقي تعمل سكان يعني لكل شيء حواليك، للمجتمع ولكل شيء مفقود وللفرص الموجودة، وترجع تدرس أولوياتك. أنا بال2016 أول شغل عملتها أني أرسلت كل الجامعات الكندية وقلت لهم أنه هيك الوضع. في جامعات كندية طلبت مني أعيد الهاي سكول مرة تانية، في جامعات كندية طلبت مني أرجع مرحلة بعيدة عن عمري، ولكن قلت لهم أن بصراحة يعني ممكن القصة تأخذني 10 سنوات. وأنا بهذاك الوقت نرجع لدراسة الأولويات، شفت أنه العيلة إجت على كندا، وصلنا نحن المجتمع كان جدا جدا مرحب بالعيلة بعائلتي، هي كانت أول عائلة سورية بتوصل على أنتيغونيش، فكنا نحن مثل الالينز يعني جايين من غير كوكب. فالعالم كلياته كانوا متحمسين ليشوفوا عائلتي ليحكوا معنا ولحتى يساعدونا ويزبطوا البيت ويساعدوا الاولاد بالعائله ليروحوا على المدارس. في انتجريشن كوميتيز، في امبلويمنت كوميتيز، في عالم جاهزه لحتى تساعدك باي طريقه ممكن انت تحتاجها. والاهم هو الانتجريشن يعني الاندماج. العالم كانوا فعلا مساهمين باندماج عائلتي خلال اول كم اسبوع. ولكن انا بعدين قررت انه العائله، الوالد ما بيحكي انجليزي لما وصل على كندا، والدتي كمان ما كانت تحكي لغه، واخواتي بلشوا يتعلموا يعني اول ما وصلوا على كندا. انا وصلت على كندا بعرف لغه،
وأنا حسيت إنه اللغة هي مفتاح النجاح. يعني من دون لغة مستحيل إنك تندمج، مستحيل إنك تلاقي فرصتك، مستحيل إنك تبني فرصة لحالك قبل ما تبني فرصة لغيرك. فأنا عدت ترتيب أولوياتي وقررت في ذاك الوقت بال 2016 إنه أنا مينيموم رح ضل 10 سنوات لحتى ابني البزنس تبع العائلة من أول وجديد. وبعد هالعشر سنوات يعني بال 2026 بشوف إذا الوضع كان مناسب لحتى الكاني اللي إحنا بدنا نبلشها بال 2016 رح توصل لتوب 5 chocolate companies in كندا ولا لا. وإذا ما وصلت بال 2026 أنا رح أكمل الطريق مع الشركة لحتى نوصل لهدفنا. فبال 2000 هو تارجت لحالك 10 سنين تمام 10 سنوات. هيك بلشت الرحلة بكندا صراحة. بقول اجتزتوا بسنتين ما شاء الله. بلشنا الحمد لله بال 2016. فيلي صار بال 2016 كنا قاعدين بالبيت بعد حوالي 3 أسابيع بلشت آثار الصدمة الثقافية على عائلتي الكالتشرال شوك. بهذاك الوقت بلشت ماما والوالد والعيلة بلشوا يقولوا إنه نحن شو عم نعمل هون، العالم ما بيحكوا لغة عربية وما بيأكل نفس الأكل العربي ونحن عايشين بمنطقة كتير صغيرة ونحن ليش إجينا لهون. وبلش موضوع الحنين يطفو على السطح. فموضوع الثقافية فعلا هو موضوع جدي إذا ما تم أخده بعين الاعتبار، وممكن يؤدي لأحباط شديد. ممكن حتى العالم اللي اجت على كندا بهذاك الوقت وبلشت بعدين تفتح عيونها خلص شهر العسل ماشي، خلص شهر العسل بعدين يبلشوا يفكروا بكل السلبيات اللي حواليهم. والله جينا بالشتاء برد، نحن ما لنا متعودين على ناقص 25 وين سوريا كانت دافية، أبرد شيء بسوريا كان يصير ممكن 10 أو 15 درجة سلسيوس اللي هي الصيف هون بكندا. فعلا العيلة بلشت تفكر بطريقة تانية غير اللي أنا كنت طامح لها بكندا. فلهيك أنا أخذت الموضوع بجدية وخلال 3 أسابيع بلشت أتواصل مع المجتمع المحيط هون بكندا وبلشت أعمل شبكة علاقات مع عدة أشخاص بالمجتمع حتى من برات أنتيغونيش. بلشت أبعت إيميلات لشركات برات أنتيغونيش، لشركات في مونتريال، لشركات في فانكوفر، بترونو. ما خليت حدا صراحة يعتب علي لأنه كنت متحمس لحتى نبلش شيء بكندا. وخلال 4 أسابيع ولدت الفكرة إنه نحنا رح نبلش من أول وجديد ولكن بمطبخ العائلة بأنتيغونيش. حلو. والحمد لله بلشنا بهذاك الوقت. كان الموضوع يعني فان، يعني كنا ناخده بمرح كتير كبير والولاد يجتمعوا حوالي طاولة المطبخ وتلاقي الكوكو والشوكولا على البراد وعلى الستوف وفارت على غرفة القعدة وحتى على الدايننج تيبل. كانت مس، يعني كانت صراحة الفوضى اللي انعملت بأول كم أسبوع كانت مس رهيب. خلال 6 أسابيع كان في بأنتيغونيش والمدينة اللي قاعد فيها كان في بطلك اجتماع ثقافات مختلفة، كل شخص بيجيب دش أو شيء هو عمله أو طبخه بالبيت لثقافته ويجي على المؤتمر أو على الندوة ويحضر ويشارك طبقه مع كل الأشخاص اللي عم يحضروا. كان في حوالي 200 شخص في هذاك الوقت يلي هن بشكله نسبة 5% من السكان أنتيغونيش. فالعالم كانوا هنيك ونحن عملنا شوكولا وخدنا لهم إياها. الشوكولا يلي عائلتي تقريبا أخذت منها أسبوع لتنعمل كانت خالصة ب5 دقائق. واو. فعلا يعني كان الموضوع جدا مساعد وجدا مبهر لعائلتي ورجعنا على البيت كتير مبسوطين انه هي نتيجة كتير ايجابية والعالم هون مساعدين وهن بس بدهم يعطوك طاقة ايجابية انه انت تبلش وتندفع وتبلش تعطي وتصير عامل منتج بكندا. وبهذاك الوقت لازم لمح لشغلة يعني انه كندا هي بلد جميل ورائع. الموضوع جدا بسيط لما تفكر فيه، لما انت توصل على اي مطار كندي ويعطوك الستين نمبر وانت تصير permanent resident بكندا تعامل معاملة المواطن الكندي 100% except يعني انت ما بتقدر تصوت بالانتخابات صحيح. ولكن انت مواطن كندي ما في شيء بتفرق عنك ابدا.
طيب. تروح على السكولز عندك اكسسبيليتي للهيلث كير، اذا صار معك شيء معك ام اس اي كارد او الهيلث كارد فيك تروح على المشفى. موضوع جدا رائع، وعندك عندك كيفيه الوصول للقروض وللتمويل ولاي فرص مثلك مثل اي مواطن كندي. فحبينا طيب. بين هاي البلد وبلشنا فعلا بلشنا نساهم ببناء البزنس من اول وجديد 2016. يعطيك العافية. يعني تفضل تفضل جمال. انا بدي اسال سؤال، انت كنت مشروع طبيب، وهذا الموضوع زي ما انت حكيته في البداية، وانا بعرف اللي بدرس طب انت درست 5 سنوات في الطب، يعني قطعت شوط كبير، يعني كنت قاب قوسين أو أدنى من أنك تسمى دكتور طارق، ولكن تركت هذا الموضوع. فسؤالي لك يا طارق، هل تركت دراسة الطب التي تستهوي الكثيرين بمشرطها والدم والمرضى والكمام اللي بتلبسها 12 ساعة وانت مش قادر تشيلها، هل تركت كل هذا بحسك الإنساني كطبيب، حتى لو ما سموك طبيب أنا بدي أقول لك كطبيب، لمساعدة أهلك، أم تتوقع أن الجينات التي ورثتها من والدك بالبزنس وما البزنس هي اللي خلتك تخرج بفكرة مصنع الشوكولا مرة أخرى في كندا؟ أنا بصراحة شكراً شكراً على السؤال، جداً جداً مهم. لما وصلت على كندا ما لغيت فكرة إني يكون طبيب، وفعلاً ما عملت لها كنسل نهائياً، ولكن أجلتها هذه اللي صار. فدائماً كان عندي حنين لفكرة إني أنا أكمل بالطب، هو شغفي فعلاً. لما أنا بلشت بأكبر بالحياة، وهو صار في عدة أزمات لعدة أشخاص من عائلتي يلي هي فعلاً خلتني حب إني يكون طبيب. كان في عدة أشخاص بعائلتي لو كنت أنا هنيك وكان معي مهارات الطب اللي أنا كان لازم أخذها بهذاك الوقت، صار معهم أزمات قلبية على سبيل المثال على طريق سفر، أو كانوا بالبيوتون وما لقوا حدا جنبهم. ففي كتير أفراد من عائلتي أنا خسرتهم لأنه ما كان في أي طبيب قريب لهم بهذاك الوقت. وأنا بلش يكبر عندي الشغف إنه هي مهنة إنسانية نبيلة. ولكن مثل ما حكيت بال2012 بال2013 ما كان حدا متوقع بهذاك الوقت شو ممكن يصير بسوريا. ما كان حدا متوقع انه نحن ممكن نضطر نترك البلد. وكان في مقولة جدي كان دائما يقول لي اياها، وهي انه الهجرة هي ممكن تكون اصعب من الموت. الهجرة اصعب من الموت لعدة اسباب. انت عم تترك وطنك، وعم تترك الناس يلي ربيت معهم، وعم تترك شبكة العلاقات يلي عم تبنيها من أول ما كنت خلقان. فالموضوع ما سهل، الموضوع ما سهل. فنحن هاجرنا، فجربنا شيء أصعب من الموت. فلما وصلت على أنتيغونيش حسيت إنه الموضوع اللي خلاني شجعني أكثر إنه أنا أكمل بمشروعي ومشروع العائلة اللي هو بيس من شوكليت. رحت على كافيه بأنتيغونيش، كنت قاعد بالكافيه، فبيجي لعندي شخص كندي وبيقول لي بعد حوالي كم أسبوع، وبيجي بيقول لي Why did you come to Canada to take our jobs؟ قال لي ليش جيت على كندا لتاخذ فرص العمل منا؟ فأنا قلت له إنه This is the last thing really that we wanted to come to Canada to take. Like we tried all kind of suffering, so we are not going to cause any more suffering to anyone else, right? قلت له احنا جربنا كل انواع المعاناة وما حابين احنا نخلي الكنديين يعانوا. بعدين انا قلت له انه we did not come to Canada to take jobs from anyone, we came to Canada to create them. حلو. وبلشت ترن براسي قصة انه we came to Canada to create jobs, we came to Canada to create jobs. وكانت الفكرة الأنسب إنه أنا بلش بمشروع العائلة وبلش أخلق فرص عمل. هل قابلت هذا الشخص بعد فترة؟ طبعاً وإجا على الافتتاح، إجا على الافتتاح تبعنا. حلو. وعدة أفراد من عائلته كانوا هن من أوائل الموظفين اللي إحنا عيناهم بالشركة بال2016.
فموضوع هو مو وصل بس انه انا كان بدي اترك الطب واقلب على البزنس. الموضوع هو تغيير وجهه نظر. الموضوع هو المساهمه ببناء وجهه نظر ايجابيه عن المهاجرين بشكل عام، مو بس عن اللاجئين، مو بس عن السوريين، مو بس عن المسلمين، مو بس عن الاشخاص اللي عم يغادروا بلادنا بالوطن العربي بالشرق الاوسط، بس حوالي كل دول العالم. نحن بشر بالنهايه وبنشارك الأشخاص حوالي العالم بعده نقاط. فبصراحه انا اللي بسطني اكثر شيء بال2016 هو لما شفته لهذا الشخص نفسه يجي على الجراند اوبننج تبعنا اللي عملناه بانتيغونيش. صار في وقتها لايف نيوز على السي بي سي للجراند اوبننج، بعدين راح الفيديو عمل 10 مليون مشاهده على موقع بالولايات المتحده اسمه ابورتي. هذاك الفيديو اللي كان حوالي مدته دقيقتين وحقق 10 مليون مشاهده هو بصراحه اللي ساعدنا نكبر اكثر واكثر بالبراند تبعنا بيس باي شوكليت. استاذ طارق، لما الوالد جاء وأخبركم أنه سيبدأ مصنع الشوكولاتة في سوريا، بعد فترة من الزمن كانت شركة الشوكولاتة هي ثاني شركة في سوريا. وبالتأكيد خلال المرحلة هذه كانت تأتي مشاعر للوالد ويقول لكل واحد فيكم: أرأيتم؟ شفتوا؟ كنت بحكي لكم أنه هذا الطريق صح، وأنتوا كنتوا تحكوا لي لا غلط. بدأ طارق من جديد بمطبخ البيت، بيعمل الشوكولاتة وبيروح على البطلق وبيأخذ معه الشوكولاتة عشان يفرجيها للناس حتى يكتشف المذاق السوري في 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 أفواه الكنديين، حتى يريهم ما هو المذاق السوري الحقيقي، وبعد ذلك يستأنف العمل من جديد في مصنع الشوكولاتة. وهو بهذه الأثناء يستشعر الاسم يجب أن يكون Peace by Chocolate، وهذا الاسم لوحده براند. والحقيقة أهنئك عليه، لأنه بمقاييس البزنس كلها هذا واحد من أهم العوامل للنجاح، أن يكون الاسم word of mouth. وهذا الاسم حقيقة سهل جدا للمذاق كالشوكولاتة تبعه. فمتى بدأ طارق هدهد أو طارق هدهد عفوا يقول للناس: شفتوا، حكيت لكم إنه إحنا رح ننجح؟ متى بدأت هذه المؤشرات؟ من لما وصلت على المطار صراحة. يعني ما كان عندي ولا شك 1% إنه عائلتي ممكن تنجح بكندا. والموضوع بسيط، اللي هو المهاجرين لما بيجوا على كندا بيقولوا انه حرقوا السفنون تبع الرجعه، يعني ما ضل طريق للرجعه، فبيشتغلوا 3 أو 5 أضعاف او 10 أضعاف وما بيخلوا طريقه فعلا لحتى يدوروا بالمجتمع عن اي جاب موجوده لحتى انهم يخلقوا ويعملوا فرصتهم. فلما انا وصلت على المطار، وصلت قبل اهلي، اللي صار بال 2015 وصلت 18 ديسمبر تقريبا، كانت بثالث طيارة أنا وصلت على كندا اللي كان عليها مهاجرين سوريين بال 2015. وأنا قابلت الجوفرنر جنرال بهذاك الوقت وصافحته. ولما وصلت على كندا ولما شفت ال CBSA ال Canadian Border Service Agency الأوفيسرز كانوا من على الجنبين واقفين، وكل واحد منهم كان عم يمد إيده ليسلم علي. أنا حسيت لما وصلت على كندا أني أنا رئيس الوزراء يعني. فما خلوني أحس صراحة أني أنا وصلت على مكان أنا غريب فيه. البلد حسستني أنه أنا بنتمي لألام لما أنا خلقت. بس كندا بحسسك لما توصل عليها مثل كأنك أنت ولدان بكندا، ولكن أنت الحياة أخذتك لمكان تاني طول فترة حياتك، وبعدين هلأ رجعت على بلدك. بهاي الطريقة كندا بتعامل المواطنين الجدد والقادمين الجدد، وهذا سر نجاح كبير. فلما برجع لسؤالك، ما كان عندي ولا نسبة شك إنه نحن ممكن ننجح بكندا. وخلال كم شهر للأشخاص اللي كانوا هنن عندهم داوتس، عندهم تشكيك بموضوع الهجرة، وإنه خصوصا بنوفا سكوشا،
بنوفا سكوشا نسبة قبول المهاجرين قبل ما توصل عائلتي 13%. اجى لعندي احد اعضاء البرلمان بال 2018 وقال لي انه قصتنا ساهمت برفع نسبة قبول الهجرة بنوفا سكوشا ل 86%. واو واو. الموضوع مو بس قصة بزنس، الموضوع مو قصة ارباح، الموضوع مو قصة شوكولا، الموضوع هو رسالة، والموضوع هو بناء قاعدة مجتمعية بتدعم الأشخاص اللي خسروا كل شيء حوالي العالم، مو لأنه هنن بدهم ولكن بسبب ظروف فرضت عليهم مثل عائلتي. ولهذا السبب بصراحة بال 2016 لما بأيار، هي كانت تقريبا بأول مراحلنا، بأول المراحل اللي احنا بلشنا فيها نسجل البزنس. أول ما بلشت بكندا ما كان البزنس اسمه Peace by Chocolate، كان اسمه Had Had Chocolate for Peace. بعدين احنا بلشنا نعمل ريبراندينج وبلشنا نحاول نلاقي طريقه لنوصل رسالتنا بي 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 بشكل الطف واكثر رونق. بايار 2016 لما صارت الحرائق بفورت ماكموري بالبرتا، ونحن شفنا انه فيها مئات الاف الكنديين كانوا عم يضطروا يتركوا بيوتهم، وشفنا في عالم كانت عم تبكي انه شافت بيوتها عم تحترق قدام منا، البزنس تبعهم راح، حتى لو كان في تأمين، حتى لو كان في مساعدات هائلة من الحكومة الكندية للمتضررين، بس حسينا إنه إحنا علينا واجب. وصلنا على كندا وبآخر اليوم بأيار 2016 أنا عندي بيتي قاويني، أنا عندي عيلتي بجنبي، كلياتنا بأمان، البيت اللي إحنا وصلنا له اللي هو دافي وبلشنا نبني بال 2016. فحسيت إنه نحن علينا كعائلة جت على كندا واجب انه احنا نساعد الكنديين اللي خسروا بيوتهم. فبلشنا حمله بهذاك الوقت بال 2016 سميناها Peace for Canadians، وبعدين بلشنا نعمل fundraising بحوالي كندا لنساهم بالتبرع لكل منظمات الاغاثه اللي كانت عم تساعد المتضررين من الحرائق. وهي القصه صراحه لقيت صدى كثير ايجابي بالمجتمع. هذا حكي قبل حتى ما نفتح المعمل الأول اللي نحن عملناه جنب البيت في 2016، ولكن كانت البذرة للبزنس. By the way، أنا حاب أذكر الجمهور جميعاً إنه طارق مرشح لجائزة تسمى RBC 25 Immigrants in Canada، كل سنة بيسووها، سنة 2020 من أحد المرشحين 75 هيختاروا منهم 25 واحد، فبدعوا الجميع يروحوا يصوتوا لطارق هدهد. very easy، اكتبوا RBC 25 immigrants وبتشوفوا صورة طارق هيكوا شايفينه هون واسمه بكون تحت هذا، فصوتوا له كل يوم بتقدروا تصوتوا. بدنا نشوف طارق اكيد من ال 25 immigrants 2020 ان شاء الله، واكيد انا متأكد انك حتكون لانك بتستحق يا طارق. ويستحق ذلك طبعا. انا السؤال هيك سريع طارق، قبل ما تيجي على كندا، هل كنت في عندك يعني خطة انك تيجي على كندا؟ هل كنت تسمع عن كندا؟ هل تسمع عن الكنديين؟ هل يعني كل الناس بيحكوا امريكا ذا دريم لاند وامريكا هي الدريمز كم ترو، بس هل كنت تتوقع هذا الشيء عن كندا؟ هل كان عندك تصور عن الكنديين انهم بهذا اللطف والطيب؟ هلا احكي لك قصة طريفة عن الكنديين. لما كنت بسوريا بال 2009 كان عندي صديق طلع على الباص بالشام، وكان في مقعد فاضي جنبه بسوريا، فطلع شخص يبدو انه ما كان بيحكي عربي، وبتعرف انت لأي شخص بيطلع على الباص عادة بسوريا بيسلم على السائق الباص وبيقول له السلام عليكم او بيعطيه تحية. فذاك الشخص فعلا ما سلم على حدا، طلع وكان باين عليه الخوف، طلع وقعد جنب صديقي بالباص وكان حامل كتب بالانجليزي ومبين عليه انه هو طبعا فعلا ما من سوريا وكان مرعوب. فبهذاك الوقت يمكن بال 2009 صديقي عرف انه هذا الشخص ما بيحكي عربي، حاول باي طريقه يتواصل معه، تبين انه الشخص هو كندي من مقاطعه بريتش كولومبيا، كان بسوريا وكان بمهنة تصوير يمكن لناشنال جيوغرافيك، وضاع منه الباسبور الكندي، ضاع منه أوراقه، ما كان عارفان يوصل على السفارة الكندية. بذلك الوقت حسب ما فهمت من رفيقي إنه لما ما قدر يوصل على السفارة الكندية كان خايف يحكي إنجليزي على الطريق، فالعالم يفكروا إنه هو سباي يعني لليو اس. كان بذلك الوقت في
بين سوريا بين سوريا وبين بين بين امريكا، فهو خايف يحكي مع حدا. فرفيقي اخذه لعنده على البيت وقعد عنده بالبيت حوالي اسبوع. رفيقي اتصل فيني بهذاك الوقت ورحنا دورنا على الباسبور تبعه بالشام، وخلال كم يوم لقينا له الباسبور باحد حدائق دمشق ورجعنا له اياه. نعم تفضل. الصراحة قدينا وقت كتير لطيف معه، كتير جدا جدا لطيف. هو بلش يتعلم عربي حتى علمناه عربي ومبسط جدا بالقعدة. فلما اعطيناه الباسبور هو قال can I stay with you guys one more month. يعني هو ما كان بده حتى يطلع، كان بده يبقى لما عجبته. بوك الكب بوك الفتوش وبوك المتبة أكيد. فبهذاك الوقت صراحة ما كنت عارفان أنا إنه بال 2009 أنا وصديقي ومجموعة الأصدقاء بالشام نحن حنستقبل شخص كندي ببيوتنا لمدة شهر، وبعد كم سنة الكنديين حيستقبلوني ببيوتهم. فهذا اللو اوف ريسبروسيتي، يعني أنت شو ما بتعطي بتاخذ بالمقابل. إذا أنت بتعطي كايندنس بتاخذ كايندنس، إذا أنت بتعطي فير وانكزايتي كمان بتاخذهم، ترجع بتاخذهم. فمن هذاك الوقت هذاك الشخص بلش يحكي لي عن كندا فعلا كدولة عظيمة بوقتنا الحالي، تفتح حدود للمهاجرين من كل دول العالم، وكل الفرص اللي حكيت عنها أنا من فرص المساواة والحرية. أنت لما بتوصل لهون عندك حرية لتعمل شو ما بدك، وعندك فرص هائلة. نحن بتاني أكبر بلد بالعالم، فأي مهاجر أي مهاجر وأي شخص بيجي على كندا ما في أي حجة لعدم النجاح، ما في حجة لعدم النجاح. أنا إذا ما لقيت فرصتك انتقل، لأنه في دائما العالم بتقول إنه أنا ما فيني انتقل، وين بدي أروح؟ لأنه إحنا ما لنا شجر، نحن بشر. جميل. وطالما نحن بشر أنت فيك تنتقل وفيك تلاقي فرصتك وتخلق. أنا حقيقة هذه النقطة يعني حاب أصيغ عليها سؤال أتمنى أنه نجمع فيه ما نستطيع من عوامل النجاح اللي ميزت كندا وتميز كندا. يعني مش من السهل أنه طارق يجي ويقرر أنه أنا بدي أبدأ أو أستأنف رحلتي في ريادة الأعمال ونعتمد على أنفسنا وما أبحث عن وظيفة. لا أدري إذا كنت بحثت عن وظيفة في تلك الفترة ولا لا، لكن أنه خلص تأخذ قرار أنا بدي أبدأ برحلتي ببزنس وعمل مستقل. أكيد الناس احتضنوك، لكن في ستيل بيكون موجود في مخاوف، في لسه مش متأكد. صحيح أنا في عندي أمل، لكن وفي عندي إرادة وفي عندي عزيمة، لكن بضل في عندي شيء من الخوف، مثل اللي بيحكوا من خاف سلم. فما هي ميزات النجاح اللي أنت بعد هالتجربة وجدتها في المجتمع الكندي ككنديين وفي الدولة الكندية كدولة كندية، من كل ما تمتلكه من برامج، من مساعدات، من دعم، من المناخ ككل، ما هي ميزاته لنجاح رائد الأعمال أو رواد الأعمال في كندا؟ 100% بعدة نقاط لمحت لها من قبل لما احنا وصلنا على كندا. و كمهاجرين جدد في عالم بتقلك انه انت وصلت هون بلا ولا شيء، فكيف كيف قدرت تبلش؟ يعني كيف قدرت تاخذ الزمام المبادره من اول وجديد وتقدر تبلش البزنس؟ صراحه يلي صار بهذاك الوقت نحن انت تبلش تعتمد على شبكه من العلاقات اللي بتعملها، بعدين بتلجا للحكومه. شبكه العلاقات المجتمعيه اللي احنا بلشناها كان في عده افراد كثير قراب لنا بالمجتمع بانتيغونيج، اللي هن فعلا كانوا عم يسألونا انه انتو شو بدكم لتبلشوا؟ يعني احنا كان بدنا مولدز، كان بدنا ماشينز، كان بدنا ليبلز، كان بدنا باكجينج، كان بدنا كتير قصص لحتى فعلا نبلش. وقالون انه كان في بيادات ثقافة بالعائلة انه نحن جينا على كندا فما بنقدر ناخد قرض مع فائدة من البنك. قالوا لنا اوكي كيف ممكن نساعدكم. كانت الفكره انه الوالد والوالده، بعدين بلشنا نعمل بروموشن للاي دي تبعنا بالمجتمع، وفي عده اشخاص والله ساعدونا باول شيء بقرض بدون فائده لمده 6 شهور لحتى نشتري اول ماشين هي اسمها تشوكليت ويل.
بس بتعمل شيء بتعمله ان تعمل تامبرينج، يعني بتظبط الحراره تبع الشوكولا وبتعمل لها ميكس لحتى ما تجمع. فجبنا هاي الماشين وبلشنا نشتغل اخذنا الماشين وعملنا غرفه بالابو بالبيسمنت تبع البيت، وبلشنا بعدين نعمل الشوكولا. وهذا الحكي اول تقريبا اول ما بلشنا. بعدين العالم فعلا حبت، يعني شافت انه نحن بلشنا نعمل شوكولا، وكنا بعدين سجلنا بالوينترز ماركت وبلشنا نحكي مع العالم عن طريقة الشوكولاتة تبعنا، الميلك والوايت والدارك والفليفرز، يعني هم نعملها مع الجينجر مع البيستاشيو مع الكاشو مع الألمنز. كل العالم فعلا بلشت تحب فكرة البزنس قبل حتى ما نسميه بيس باي شوكولات. وكنا عرفنا انه العالم اول مرة هتجي مشان the head head family، بس ثاني مرة رح يجوا كرمال الشوكولا. حلو. ثاني مرة رح يجوا كرمال الشوكولا، ورابع مرة رح يجوا كرمال الشوكولا. تمام. فلهيك كنا نحن دائما نركز على موضوع المنتج من أول ما بلشنا، قبل ما نبلش بالرسالة. يعني أنت ما فيك تعمل أمبلاج كتير حلو وتعمل رسالة كتير حلوة ولكن المنتج تبع ما أنا قادر ينافس منتجات تانية، صح؟ لازم تبلش تشتغل على المنتج بعدين تغلفوا بهي الرسالة الحلوة اللي احنا بدنا اياها، والعالم تتقبلها والعالم تحضنها والعالم فعلا عنده شغف المساعدة بكندا. يعني انت متى ما كان عندك هاي الفكرة وانت كمهاجر جديد، العالم بتلاقي كتير اشخاص حواليك هن جاهزين للمساعدة. فاللي صار بهذاك الوقت ان احنا بلشنا نكبر شوي شوي، ونحن سددنا القرض يلي كنا ممكن نسدده خلال 6 شهور خلال شهرين. فعلا بلشنا بعدين نزيد عدد المبيعات وعدد الستورات اللي ممكن نتواجد فيها. وخلال هذيك الفتره بلشت تكمل عندي فكره الانتربرينورشيب بكندا، انه لحتى تكون ناجح بكندا او برات كندا لحتى تكون انتربرينور لازم يكون عندك ميزه اليونيكنس، لازم تكون فريد، صح؟ وانت يعني باخذها كمثال، انا انه انت وصلت بسياره على باركينج لوت لحتى تصف سيارتك، وفي سياره قدام منك عم تحاول تلاقي المكان الوحيد يلي موجود. فانت فرص نجاحك لحتى تلاقي المكان قبل منهم اذا انت لحقت للسياره اللي قدامك هي زيرو، هن رح يلاقوا المكان ورح يصفوا سيارتهم وياخذوا السبوت منك. بينما انت فرصة نجاحك إذا أنت أخذت طريق مختلف عنهم، أنت بنيت طريقك لحالك أو رجعت لورا أو طرت بالسيارة ما تفرق، أنت لقيت فرصتك لحتى تلاقي مكان. هاي فكرة الانتربرينورشيب، إنه don't be followed don't be a follower be followed، يعني خلي العالم تتبعك ما تلحق حدا. حلو. فهي فكرة اليونيكنس، إنه أنت تجي على كندا وتعمل شيء العالم ما بتعرفه من قبل. صراحة نحن وصلنا على كندا الميجر ماركت بنوفا سكوشا، برات نوفا سكوشا حوالي كندا، هو شركات big commercial companies، يعني عندك big companies مثل نسلي مثل كادبري مثل ليندور يلي هن أخذين نسبة كتير كبيرة من الماركت شير. والعالم فعلا انت لما تروح على grocery store بتلاقي بدور على السعر الأرخص وبتشتري. فحاولنا بهذاك الوقت فعلا نجذب الكنديين من خلال الجودة، من خلال الرسالة ومن خلال الأسعار. ولكن في نقطة مهمة اللي هي بلشنا نشتغل على البيس باي شوكليت اللي هو كبزنس سجلنا بال 2016 بأيار 2016 سجلنا معه سوسايتي اسمه بيس اون ايرث. البزنس نحن شو بنعمل بالبزنس؟ بنشتغل المنتجات تبعنا ومنبيع حوالي كندا. من خلال الأرباح اللي نحن بنجيبها بالبزنس بنحطها بسوسايتي اللي هو مثل صندوق ائتمان، يعني نحن بنحطها بالسوسايتي وبعدين خلال السنة بنتبرع فيها لأربع منظمات رئيسية. المنظمة الأولى هي ريفيوجي هاب دي أوتوا، بيشتغلوا شغل رائع مع المهاجرين والقادمين الجدد ويساعدوا السبونسرشيب جروبس تجيب مهاجرين لكندا. والنقطة الثانية اللي هي مع السكان الأصليين بنوفا سكوشا يلي هن أهل الأرض يلي هن قبل مني قبل من قبل المهاجرين كلهم يلي اجوا على كندا. كطريقه شكر ومصالحه نحن ندعم الريكونسيليشن بكندا طلعنا منتج اسمه نيتاب، يعني صديقي بالميجما باللغه السكان الاصليين.
وبلشنا نتبرع بكل الأرباح من هذا المنتج للسكان الأصليين. ثالث بارتنرشيب عملناها هي مع الـ CMHA Canadian Mental Health Association، وفعلا كنا بس حابين انه ندعم الصحة العقلية المنتال هيلث للكنديين، لما نعرف انه كانت تشالنج كثير قوي عندهم. وفي اكثر من بارتنرشيب كمان عملناها، ولكن كطريقة بزنس نحن حبينا نعمل بيس باي تشوكليت مثل السوشيال انتربرايز. نحن مو بس عم نشتغل لنا كعائلة، نحن عم نشتغل للمجتمع، ونحن عم نساهم بدفع المجتمع للنجاح. ف لأختم إجابتي على سؤالك أستاذ محمد، بأي بزنس أنت بدك تفوت، بعتقد المعيار الأول للنجاح، هلا أنا دائما بقول if it's not working go networking. إذا ما كانت لقيت فرصتك أنت طلع وحضر مؤتمرات وحضر ندوات ودور على الإنترنت. إحنا عايشين بعصر جدا رهيب، يعني بأي معلومة بدك إياها ممكن تلاقيه على اليوتيوب، ممكن تروح على فيسبوك، ممكن تدور على جوجل، وخلال عشر من الثانية بتحصل على إجابة. ما حدا عنده أي عذر إنه ما يلاقي إجابة لأي سؤال. بدك تبلش بزنس، دور بالبزنس، روح على أغا خان أكاديمي تعلم تبلش بزنس، روح اسأل بالمنظمات الكندية، في منظمات للتصدير، في منظمات للاستيراد، في منظمات لدعم البزنس الستارت أبس، في منظمة لكل شيء، ما عندك حجة أبدا. فصراحة موضوع ريسورسز اللي هو أفيلابل بكندا كان عامل مساعد جدا لنا لحتى نبلش نحن نبني الماركت بلان والماركتينج استراتيجي. The world is searching for change. The world is searching. Sorry. بعدين بلشنا نجيب أشخاص مختصين بمجال الماركتينج، بالسينيور مانجمنت، بالأكاونتينج، وهذا فعلا معيار النجاح، إنك أنت بلشت فكرة طلعت فكرة فريدة منها ما تكمل لحالك، جيب أشخاص مختصين عندهم الخبرة الكافية لحتى يكملوا معك الطريق، سواء بالماركتينج أو سواء بالمانجمنت. آخر نقطة بدي لمح لها هون بموضوع الخوف، وكل شخص عنده خوف مبرر بأي شيء بالحياة. بال2017 كانت بساسكاتشوان، ف بيجي عندي رفيقي وعم يقول لي انه انا سجلتك، عم قلت لك ساين اب، نحن رايحين اليوم سكاي دايفنج، نحن رح نطلع قفز مظلي. قلت له وين سكاي دايفنج؟ انا بخاف حتى نط من على التخت على الارض، يعني انا حياتي ما فكرت شغل السباحه بس. قلت له وين اخذني؟ قال لي لا رايح معنا انت سكاي دايفنج. ف والله ضل هو مصر، يعني هو كان ديترمين، يعني هو خلص سجلني ورح اروح انا معه. بعد نص ساعة من المحاولة، كان الساعة 6:30 الصبح، جيراني بالفندق يعني بلشوا يتضايقوا وطلعوا، بلشوا حتى كمان عالم يدقوا على الباب الغرفة، وخلص انه نروح معه. فقعدت والله معه بالسيارة ورحنا على الطريق للطيارة، كنت عم بقرأ الفاتحة انه خلص انا رايح على الموت. وصلنا على الطيارة والله، وانا كان مكاني بالنص، كان في 7 أشخاص على الطيارة وباب الطيارة مفتوح. أول مرة أنا أكون على الطيارة والباب مفتوح، يعني بصراحة موضوع مخيف. بلشت تطلع الطيارة وبلشوا 3 أشخاص قدامي، فعلاً عملوا القفزة تبعهم ونجحوا. بلش دوري بعدين، وكان في شخص من وراي ماسكني من ورا وقال لي خلص، يعني أنا بدفشك هلا وبالنص سوا، وبعدين بعد فترة بفتح عنا المظلة، يعني ما في داعي تأكل همشي، يعني أنا خلص I will take care of this. وأنا وين؟ يعني أنا مغمد عيوني وعم عد للموت، يعني هنا عم يعدوا لحتى موضوع القفز يبلش وأنا عم عد للموت، يعني عم يقولوا 5 4 3 2 1، وهو دفشني. وأنا وين طرت؟ يعني طرت في الفضاء ومغمد عيوني، أنا عم أقول خلاص أنا I am dead، خلاص I'm gone. والله بعد شيء 4 ثواني أنا فتحت عيوني، وكانت من أجمل لحظات عمري، موضوع جدا رائع. فأنا بلشت أفكر بعد هاي الرحلة إنه أنا 4 ثواني قبل القفزة كنت عم أقول إنه أنا رح موت، صح؟ صح. وحتى أنا ما كنت بعمل public speaking، ما كنت أطلع على الستيجز. هلا صرت عامل أكثر من حوالي 400 خطاب بكندا وبجامايكا باليو إس وحتى بأوروبا. بعدين حتى فكرت إنه أنا أول قبل أول خطاب بعمله
كنت خايف حتى الموت. يعني انا بتعرف انه كثير اشخاص بتخاف تطلع على الـ على الببليك ستيجز وتحكي قدام العالم بتقول انه انا اهون علي يموت، يعني I would rather die. بس انا كمان بعرف انه ما حدا مات لانه حكى قدام بالببليك، يعني ما حدا مات بسببه. صحيح. فموضوع التفكير بالنجاح بهذاك الفتره لي اختلف كليا بعد القفزه المظليه، انه انا فكرت انا خلال 4 ثواني تغير عندي مفهوم الخوف كليا، وانا قررت انه هذه كانت اجمل لحظات عمري. احنا مؤمنين بحياتنا من عده تجارب هائله بس بموضوع الخوف. واحد شيء بحب لكم اياه يعني قبل ما اختم هي النقطه، انه سكسس always on the other side of your fear. صح. Sure. النجاح هو دائما بطريق معاكس لطريق الخوف. خليكم على دقيقة، احنا حنكون معكم بعدها نشوف أسئلة الجمهور. The world is searching for change. An alternative to toxic consumerism and a solution to growing landfills. Because it's a habit to buy new while the old is forgotten. Well, change is here. Change is sharing what we own with others. Change is Rugify. طبعا رجعنا لكم. الدكتورة ربا بنشكرها كتير، حطت اللينك تبع الفوت لطارق عشان توب 25 immigrants. إذا بتحبوا تدخلوا على هذا اللينك تعملوا له كوبي بالفيفوريت وتروحوا كل يوم تعملوا تصويت. شكرا دكتورة ربا على التذكير. رنا بتسألك سؤال، هل كان مصنع الشوكولاتة هو الخيار الأول أم كان من بين خيارات أخرى؟ وأنا بدي أزيد شوي على هذا السؤال. مصنع شوكولاتة، أنت داخل في معركة مع زي ما حكيت شركات كبيرة، يعني هل أنت عارف وين أنت داخل؟ يعني السوق اللي أنت دخلته هل أنت درسته كويس؟ ما حدا بلش كبير، ما حدا بلش كبير، حتى أضخم شركات العالم بلشت من بمشين بالبيزمنت أو بالهاوس، وجوجل بلشت بالجراج. يعني الأشخاص اللي بلشوا جوجل حالياً اللي هي واحدة من أضخم الشركات بالعالم بالجراج من حوالي 20 سنة أو أكثر شوي. فالموضوع مثل ما حكيت بموضوع التغلب على الخوف، وبداية شركة الشوكولا بكندا كانت موضوع حتمي لألي بعد ما سمعت هذيك الكلمة إنه did you come to Canada to take our jobs. وأنا كان علي إنه برهن إنه لا، نحن ما أجينا على كندا حتى نأخذ وظائف من أي شخص ثاني. وأنا قلت لهم إنه ما أجينا نحن على كندا لفعلًا إنه نقعد بالبيت. وفي في ذيك الصورة السلبية حاليًا على المهاجرين، وبتسمعها كتير من أطراف المعادي الهجرة بالأوساط السياسية الكندية، اللي هو إنه الإيميغرانت، في كتير من الإيميغرانت كوميونيتي بيجوا على كندا وبيعتمدوا على الويلفير أو التاكسبيرز ماني. بعتقد هلا لحتى تاريخ 7/7 بال2020 we paid taxes more than 5000 Canadian citizens. يعني نحن لما اجينا على كندا كان عندنا رساله نحن بدنا نوصلها، وهي الرساله بلشت عن طريق البزنس. وفعلا فعلا كنا محظوظين. البزنس ما قصدت انه بس تعمل انت برودكتس، البزنس انه you have a platform. وحاليا عن طريق السوشيال ميديا البزنس اونرز ما بس ممكن يستعملوا السوشيال ميديا تبعهم لترويج المنتجات ولا يعملوا ارباح ولا يعملوا مبيعات، ولكن لتسويق رسائل المحبه ورسائل السلام بغض النظر انت وين وشو مشروعك كان كبير او صغير ومين الشريحه المستهدفه. لانه حاليا عايشين بعصر عالمي، اي شخص ممكن توصل رسالتك. انا بحكي معكم هلا من انتيغونيش، ممكن نبعد عنكم يوم سفر بس يعني أشخاص ممكن يسمعونا حالياً قاعدين باليابان، بالسويد، بألمانيا، بالشرق الأوسط. وهذا فعلاً الموضوع يلي ساعدنا إحنا نوصل رسالتنا لأكبر قدر ممكن من العالم. في سؤال من إكرام، هو سؤالين من إكرام، بتقول لك أستاذ طارق، هناك اعتقادات أنه يوجد تعقيدات عديدة في التشريعات من أجل بدء بزنس تصنيع من ناحية الأمن والسلامة والتراخيص والشهادات، هل واجهتك هذه في نوفا سكوشيا؟ وعندها سؤال ثاني، هل تصل الشوكولاتة تبعتكم لأنتاريو؟
طبعا. فخلينا نبلش بالشق الثاني من السؤال. طبعا الشوكولاته تبعنا وصلت توصل لاونتاريو. نحن حاليا موجودين ب شبكه جروسري ستورز يسوبيز فودلاند سيفوي ثريفتيز يلي هي بكل المقاطعات الكنديه. ونحن عندنا ويب سايت اللي هو peacewaychocolate.ca فيكم طبعا تشوفوا كمان. وبنعمل شيبينج اونلاين حوالي كندا. بالنسبه للشق الاول من السؤال، طبعا كان في تعقيدات جدا رهيبه بموضوع الفود سيفتي لما نحن بلشنا، وكان الموضوع جدا مختلف عن البزنس تبعنا بسوريا لانه كان في اشخاص هناك they took care of it. بس حاليا نحن هون بكندا بلشنا نعتمد على بناء مثل ما حكيت بناء شبكه علاقات مع الاشخاص اللي بلشوا بزنس بالفود قبلنا، وبلشنا نسالهم كيف نحن ممكن ناخذ التراخيص الأزمة. الموضوع ما أنه مخيف يعني، ممكن يأخذ وقت، ممكن يأخذ أسبوع أسبوعين شهر، ولكن هو ما أنه كل يوم يعني. أنت ما لازم تعمل التجهيزات وما لازم تعمل إنسبكشن وما لازم تعمل أبليكيشنز كل شهر، لا أنت بتعملها مرة واحدة وبعدين بيبقى الموضوع دوري سنويا لحتى تعمل الانيوال إنسبكشن لكل البزنس. إحنا حاليا عنا food safety program اللي هو GMP General Manufacturing Practices لحتى نقدر نبيع بشبكة الgrocery chains اللي احنا فيها حاليا. ولكن عم نطور موضوع food safety programs ناخذ حاسب، وهو موضوع جدا معقد لحتى نحن ان شاء الله نقدر نبلش تصدير. كان المخطط تبعنا ان احنا نبلش تصدير للولايات المتحدة ولأوروبا بال 2020. حاليا موضوع انت صدرت للفضاء. صدرنا للفضاء نعم، ولكن احكي لنا يا الموضوع كان جدا طريف، وبلش باتصال بال 2018. اجيت من رحله من السفر لما وصلت طيارتي رن الموبايل، وكان في زوجة رائد فضاء كندي امريكي اسمه اندرو كيوستل، اسمه انديرا. قالت لي انت طارق؟ قالت لي هلا شفت الدوكيومنتري تبعك على السي بي سي، وانا حابب افاجئ زوجي بهديه مميزه من كندا لما انه هو طالع على الفضاء بسبتمبر 2018. فكان عيد ميلاده، قلت له خلص اعتبري الموضوع منتهي. فبلشنا بعدين نحن بالعائله نفكر انه شو ممكن نبعث لهم. بلشنا نبعث لهم نصمم اشكال سوريه، نصمم اشكال شوكولا على الميبل ليف شيبس، و يعني عملنا من الموضوع مشروع كبير. وبعتنا له الهدية لدكتور أندرو فيوسل رائد الفضاء من ناسا، هو حطها بالباكيج تبعه وطلع على الانترناشنال سبيس ستيشن بتاريخ 21 سبتمبر بال 2018. فتح الباكيج ولقى الشوكولا، ولقى رسالة بكل بوكس إنه أنا كتبت له رسالة you know we are not making chocolate we are making happiness. وفعلا هو انبسط كتير فيها، وبعدين أخذ صورة بالفضاء لما الشوكولا كانت عم تطفو بالمركبة الفضائية من دون أي جاذبية، وأخذ صورة بعدين مع كل الرواد الفضائي اللي كانوا معه. كان في منهم عالم من روسيا، كان في عالم من الشرق الأوسط، كان في عالم من أمريكا اللاتينية من أوروبا. وفعلا الشوكولاتة تبعنا وحدت العالم، برات العالم، كانت بالفضاء، وكانت فعلا اللقطة كتير ملهمة لعائلتي لنكمل المسيرة. هو طبعا لما يكون العمل مغموس بالإنسانية بيعطي يعني مفعول هائل جدا، وخاصة إذا كان نابع من القلب. وأتوقع أنه لهذا السبب يعني تحولت البيس باي شوكولات، تحولت ل Social Enterprise Incorporated، يعني مش بس هي مجرد شركة بتعمل، لكن في لها مساهمات في المجتمع واضحة، وفي لها أيدي كبيرة في المجتمع. طيب أنا بدي أخذ شق آخر، العلاقات اللي بتعملوها مع البزنس. يعني أكيد مشروع شوكولات ومصنع بده يكون B2C، يعني أنت بتشتغل مع الكونسيومر مباشرة، لكن هل في عندكم تفكير لعمل B2B؟ هل في مشروع مثلا لعمل فرانشايزنج؟ هل في مجال للتوسع؟ ايش المخططات في هذا المجال في البزنس موديل؟ طبعا نحن حاليا المشروع بلش باول كم سنه
تصدير برات نوفا سكوشا لعدة مقاطعات كندية، ولكن كبزنس موديل إن شاء الله نحن رايحين باتجاه البي تو بي خلال الكم سنين الجايين إذا الله رد. بس أنت قبل ما تبلش تعمل الإكسبانشن يعني لازم يكون عندك نموذج ناجح لأكثر كم سنة، لأنه في كتير شغلات البزنس ما هو أنه بيش أنت تبلش وتكبر، البزنس أنه أنت تتعلم وما تكرر نفس الخطأ مرتين، وهو ما له مصيبة إذا أنت ارتكبت أخطاء، المصيبة إذا أنت كررت الأخطاء. بأي بزنس أنت لازم ترتكب أخطاء لتتعلم، لازم يعني. وهي نقطة كتير مهمة للأشخاص اللي حابين يبلشوا بزنس، ما ياخدوا القصة كتير سيريس ويضلوا خايفين من فرص التشاؤم وفرص الفشل. لازم تفشلوا لتتعلموا. وفي عدة شغلات صارت معنا بالكم سنة الماضيين تعلمنا منها بشكل رهيب، أكثر من أي طريقة له. والله بيقولوا العالم أنا رايح على أعمل دراسة بجامعة أو حتى أحضر محاضرات أونلاين لأتعلم كيف ممكن أتفادى الفشل، وبيبذلوا كل حياتهم يقدروا يتعلموا من المحاضرات، وأول مطب بيوقعوا فيه، لأنه دائما الحياة بتعلمك والتجربة العملية بتعلمك أكثر من 100 درس. ف إن شاء الله هلا البزنس تبعنا مثل ما حكيت إذا الله راد خلال الكم سنة الجايين احنا مخططين للفرانشايزينج والبرانشينج بنوفا سكوشا برات نوفا سكوشا. كان في عنا عدة مخططات كبيرة بال 2020 ولكن تم تأجيلها هلا إن شاء الله بسبب في تأثير على المبيعات بسبب كورونا فيروس. احنا اضطرينا نعمل فول شت داون لأدار لأبريل ولأيار، فتقريبا شهرين ونص، لأنه كنا فعلا احنا خايفين على الموظفين تبعنا. كان عندنا الهدف الأول من البزنس اللي هو you have to care about the people، يعني people come first. وفي دائما العالم بتقول لك بالبزنس you have rule number one انه customer is your asset number one. لا، هو مو الكاستمر هو الاسيت نمبر 1، هو يور ستاف، انه هو يور تيم از يور اسيت، رايت؟ اذا انت بلشت تشتغل على تطوير فريقك وبناء فريق مميز، ما لازم تخسره، لازم تضل معه لهذا الفريق من قلب ورب لحتى تقدر تساعده، مو بس بوقت الرخاء ومو بس بوقت السعادة اللي احنا كنا عايشينها من اول ما بلشنا بالبزنس، لا، بوقت الشدة كمان، لما احنا عرفنا انه الموظفين تبعنا كانوا عم يعانوا، في عدة اشخاص ما عم يقدروا ياخذوا عناية كافية لاهلهم، اعطيناهم اجازة مدفوعة، وكنا دائما نتواصل معهم حتى بفترة الانقطاع. حلو. نتصل مع كل موظف ونسأله كيف عم يعملوا. ولكن انا بطريقة اخدي للكورونا فيروس في نقطتين مهمين بالبزنس. بسوريا بال 2013 خلال الحرب يلي دمرت عائلتي وفي عدة اشخاص فقدتهم بهذاك الوقت، نحن اضطرينا واجبرنا على ترك بيوتنا بال 2013. بال 2020 خلال الكورونا فيروس، خلال الجائحة البانديميك يلي صابت العالم، نحن كنا عم ننسأل نضل ببيوتنا وما نطلع منها ونضل امنين وسالمين. فأنا قلت I will take the second، يعني كورونا فيروس هو blessing for us compared to the war، right؟ يعني هو نعمة مقارنة مع الحرب. وفي النقطة الثانية اللي بدي أقولها إنه what doesn't kill you makes you stronger، صح؟ فالكورونا فيروس هلأ بس أعطانا فرصة كعائلة، وأعطاني فرصة أنا كCEO للشركة ومع عائلتي ومع كل الفريق تبعنا إنه إحنا نأخذ step back، ونحن بس نرجع نراجع كل مراحل التطوير اللي احنا عملناها بخلال كم سنة الماضية، ان شاء الله لحتى نرجع اقوى مما كنا بال 2021. امين امين امين. طارق، يعني من خلال ملاحظتي ومتابعتي للرحلة الرائعة هذه، وانا حقيقة مهووس، وممكن تعتبرني كثير متأثر بتجربة الوالد أول ما بدأ، يعني قراره اللي أخده في البداية هو اللي علم الآن، كأنه كان ينظر بنظر يعني بمنظار القدر، كان ينظر إلى بعيد.
وهذا حقيقة سؤالي. الأسرة عند عائلة عصام هدهد، طارق والبنات والأم والأولاد والأحفاد، هذه الأسرة كيف كان نصيبها من اللي جرى؟ علاقتها، ترابطها، الحميمية اللي كانت بينها، وانتوا بتصنعوا الشوكولاتة، أول قطعة شوكولاتة طلعت من المطبخ لحد ما طلعت آخر قطعة شوكولاتة من المصنع، كيف كانت هذه الرحلة مع الأسرة؟ والله أنا كنت محظوظ جدا صراحة، لأنه جيت مع عائلتي على كندا. مثل ما حكيت، أنا الابليكيشن اللي أنا عملتها للسفرة الكندية كانت لألي لوحدي بال 2015. بعدين لما جاني الرفض للسكولرشيب، جاني اتصال بعد كم يوم من السفارة الكندية، وكان الإيميجريشن أوفيسر بهذاك الوقت عم يقول لي إنه your application is excellent، إنه اللي you and your family are invited to travel together to Canada. فالعائلة ما كانت حتى قبلاني فكرة السفر بهذاك الوقت بال 2015، كانوا ناويين يضلوا بلبنان على أمل إنه هن ممكن يرجعوا على سوريا البلد الأم تبعنا. ولكن انا خبرتهم انه ما في طريق رجعه. قالوا لي وين بدنا نسافر، قلت لهم احذروا، بدنا نسافر على امريكا، قلت لهم لا، بدنا نسافر على السويد، قلت لهم لا، بدنا نسافر على المانيا، قلت لهم لا، على تركيا، قلت لهم لا، على مصر، قلت لهم لا، قالوا لي لوين، قلت لهم نسافر على كندا. ففتحوا عيونهم هن هيك وقالوا لي كندا رايحين على القطب الشمالي، كندا is too cold، يعني انه كانت كتير بارده. فبلشوا بعدين يتعلموا عن كندا اللي هي فعلا بلد الحرية، بلد السلام، بلد المساواة بين الشعوب، بين الأجناس، بين الأديان. وفعلا بلشنا كعائلة نبني حلمنا من حتى قبل ما نوصل على كندا، ونبني مخطط احنا شو ممكن نعمل بكندا. حطينا 1 2 3 4 5، عملنا مخطط انه اذا ما نجحنا بالمخطط الأول ممكن نشتغل نمبر 2، ما نجحنا بنمبر 2 ممكن نشتغل نمبر 3. ولكن أنا وصلت على كندا مثل ما حكيت بديسمبر 18، وما كان في حدا من عائلتي هون، كانوا لساتهم بلبنان، سافر هنا إجوا على كندا بعدي بثلاث أسابيع. فأنا استغليت فرصة ثلاث أسابيع فيك يعني ثلاث أسابيع أنا جيت على أنتيغونيش وقعدت مع عائلة كندية ثلاث أسابيع، عادت مع طبيب متقاعد كندي وزوجته قاضية، كان بوقت الكريسماس، فقعدت عندهم وتعلمت كل شيء عن الثقافة الكندية، وتعلمت كيف النموذج الاجتماعي بكندا، وكيف علاقة الآباء مع الأولاد. وفعلا بهذاك الوقت حسيت أنه أنا تعلمت كثير من كندا، ولكن اشتقت لأهلي. يعني خلال ثلاث أسابيع اشتقت لهم، ولما وصلوا على كندا بـ January 7th حسيت فعلا انه انا كملت، يعني ما حدا ايد لوحدة ما بتسفي. ولما عائلتي وصلت على كندا مثل ما حكيت خلال كم يوم نحن بلشنا من اول وجديد، وما بعتقد بأي طريقة انا ممكن انجح لحالي، او بابا ممكن ينجح لحاله بكندا، او ما ممكن تنجح لحاله بكندا، ولكن كعائلة نحن كعائلة حاليا قدرنا نوصل للي وصلنا له لأنه إحنا مع بعض، ولأنه كل شخص كان عنده مساهمة بالبزنس. يعني أنا لما أجيت على كندا كان عندي، كنت أعرف أعمل مثلاً ماركتينج، عملت الانيشال ديزاينز، عملت الويب سايت، عملت السوشيال ميديا، الميديا انترفيوز، وبلشنا نشتغل شوكولا كلياتنا مع العيلة، وكان بدنا عالم حتى تدوق الشوكولا اللي هنا كانوا الأولاد بالعيلة. فكل شخص كان عنده مهمة، سواء بصناعة الشوكولا، بتسويق الشوكولا، ببناء الويب سايت، ببناء السيستم والستركشر تبع الكمباني لدواية الشوكولا. هذا موضوع ما نهين، يعني بدك أنت عالم توثق فيهم، يعطوك فيدباك عن المنتج تبعك، وانبايس، يعني ما لازم يكونوا متحيزين صحيح لك. وهن بصراحة الأولاد بالعائلة يساعدونا كتير بالأول. فأنا بشكر الله إنه الحمد لله جينا كلياتنا نحن مع بعض على كندا. عندي لسه أخوات برات كندا بالسعودية، بعد في عندي أخت بعدها بالسورية، ولكن كعائلة نحن اللي موجودين بكندا الحمد لله قدرنا نوصل للي وصلنا له نحن مع بعض. وفي أشخاص ثانية من العائلة شاركونا، إجوا على كندا
عمه هو وعائلته وصلوا على أنتيغونيش من حوالي كم شهر بس، وبلش كمان بالبزنس تبعون اللي هو بالكلوذينج. نعمل معه يوم الجمعة إن شاء الله. بلشوا يعملوا ماسكس ليساعدوا الكنديين يبقوا بأمان. يا حنعمل معاه لقاء ان شاء الله يوم الجمعه، فبكونوا معنا يوم الجمعه. اتس ا جود ايديا. اول شيء الله يجمعكم على خير ان شاء الله دائما، وتكونوا دائما مبسوطين وين ما كنتوا انت والعيله. امين. نعم. بدي اسالك سؤال، احنا لاحظنا فيه اهتمام كبير من الميديا بطارق وبقصه نجاحه، وخاصه بعد ما حمل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رسالة سلام عبر منتجات Peace by Chocolate للعالم، وأخذها معاه على الكونغرس الأمريكي. شو كان شعورك بهذاك الوقت لما عرفت أنه سوى هذا الشيء؟ هل كنت أنت عارف أنه حيأخذ هذا الشوكولت ويعرضه أمام العالم بهذه الطريقة، أم أنها كانت مفاجأة لك؟ وشو كان شعورك في هذا الموضوع؟ ما كان عندي خبر ابدا. طريقه الريليشن شيب مع البرايم مينستر والبرايم مينستر اوفيس بلشت بال 2016. هو اجى على نوفا سكوشا باوغست 2016، وحتى كان الموضوع كثير عجقه، وما قدرنا حتى هلا شفت عم شوف السؤال كيف كان لقائك مع جاستن ترودو، كيف صار ممتاز. عم بحكي عن عن نفس الموضوع. فهو اجى نوفا سكوشا وما قدرنا نقابله، لانه كان في حوالي 5000 شخص كانوا عم يحاولوا يصافحوا لرئيس الوزراء. وبهذاك الوقت نحن اخذنا هديه لجاستن ترودو، اللي هي اول فيو بوكسز من الشوكليت نحن عملناهم. واختي الصغيره رجعت على البيت زعلانه انه هي ما قدرت تعطيه شوكولا لرئيس الوزراء. اوكي. كانت عم تبكي، يعني رجعت على البيت عم تبكي. وبهذاك الوقت ماما قالت لها ما تزعلي، رح يجي وقت رئيس الوزراء يتصل فينا ويقلنا تعالوا نقابله حتى نعطيه صندوق الشوكولا. وما كان حدا بيعرف، يعني بصراحة هي the mother's instinct يعني. فخلال كم شهر قاعدين عم نتفرج على التلفزيون، كان عندنا جلسة تصوير لأول المنتجات بالشركة نعملها. بيتصل فيني رفيق وبيقول لي عم تشوف الأخبار؟ قلت له قال لي تفرج. بعدين بلش رئيس الوزراء يحكي عن أنتيغونيش، بعدين بلش يحكي إذا هاد هاد فاميلي arrived in أنتيغونيش وبلشوا بزنس تبعهم. لكن وأنا قاعد عم بتفرج على الأخبار وبشوف الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأنجيلا ميركل وكل الرؤساء العالم قاعدين وعم يسمعوا قصتنا بالأمم المتحدة. فعلا كان الموضوع فائق التصور، يعني ما كنا حتى قدرانين نتصور. ما ضلينا 3 أيام تقريبا بس نرد على اتصالات والتويتس والمسجز على السوشيال ميديا. بلشت بهذاك الفترة بلش الكونكشن مع البرايم مينستر، وعملنا أول لقاء معه بال 2016. فعلا كانت الحكومة الكندية بمساعدة جدا يعني بالترويج لرسالتنا حتى قبل الشركة. وهن كانوا بس حابين يعطوا نموذج إيجابي من المجتمع المهاجر الجديد للعالم، ليفرجوا إنه نحن we are contributive، يعني we did not come to Canada to sit in the house and rely on welfare أو ناخذ the taxpayers money. هذا أول لقاء مع رئيس الوزراء، وبلش بعدين القصة تتطور أكثر وأكثر. عملت أكثر من لقاء مع رئيس الوزراء بعدين بأوتاوا بعدة مقاطعات، عملت أكثر من خطاب معه، عملت خطاب مع المؤتمر الحزب الحاكم الحزب الليبرالي بال 2018. بعدين رئيس الوزراء تاني يوم كنا قاعد بأول صف، وبعدين برجع بيحكي للايف ميديا انترفيوز إنه you have to reflect on Tariq's speech from yesterday. يعني هو بس وصل بلش يحكي بعدين عني. فخلال هذيك الفترة فعلا أنا لاحظت أنه الرسالة تبعنا لازم توصل. بال 2019 كان فعلا جدا الموضوع مفاجئ لما شفت الرئيس الوزراء راح على واشنطن دي سي وقابل نانسي بيلوسي بعد ما تورونتو رابترز فازوا بال NBA championship وأخذ لها Peace by Chocolate. كان موضوع جدا غير متوقع فعلا. بكيما كنديان براند يعني خلص. طبعا. بدي اسال طارق، يعني بعد هذه القصص الجميله الرائعه، هل اعتبرت نفسك وصلت الى القمه ولا انت وين في السلم الان؟ لساني كثير بعيد عن القمه، لساني كثير بعيد عن القمه. وجدا مهم لك انك انت ما توصل للقمة، دائما انت تطور بالقمة تبعك وتخليها قبل منك. يعني انا والمكان اللي هلأ فيه
القمة تبعي هي قبل مني بخمس سنين، فبعد خمس سنين إن شاء الله ممكن بتسألني نفس السؤال ورح أقول لك إنه أنا ما وصلت لسه، أنا رح أوصل لبعد خمس سنين ثانيات. نعم. إن شاء الله. يعني هو دائما موضوع مهم جدا عن ال عن طريقة التفكير، هو life is about perspective، يعني أنت الطريقة اللي بتأخذ فيها الحياة بأي ناحية ممكن تكون مساعدة لك لحتى تطور من ذاتك وتطور من قدراتك. وإن شاء الله الموضوع ممكن، يعني حتى قصتنا يلي هلأ رح نعمل، رح ننشر الكتاب تبعنا بخلال كم شهر، Peace by Chocolate Book، إن شاء الله رح يطلع هلأ بسبتمبر أو أكتوبر، في كل التفاصيل عن حياتنا من أول ما بلشنا بالشركة من أول حتى ما وصلنا على كندا. هذا نسخة تكرم عيونك، أول نسخة لك دكتور جمال. في سؤال عن فيلم كمان، سمعنا في قصة فيلم. نعم، في قصة فيلم تم تصويره بمونتريال اللي احنا صراحة كنا عم نشتغل عليه من عام 2017. الفيلم هو المشروع الأضخم اللي احنا صراحة كنا عم نشتغل عليه، وتم تصويره وإن شاء الله هلأ هو بالبوست برودكشن. الفيلم شارك فيه عدة نجوم سوريين مثل الأستاذ حاتم علي بشخصية والدي. حاتم علي من واحد من أشهر المخرجين بالشرق الأوسط. دامير صبري، أيام أبو عمار بشخصية لا خمري بشخصية اختي علاء، وفي عدة ممثلين كنديين أيضا ساهموا فيه. إن شاء الله كان هو المفروض يكون بتيف بترونو فيلم فيستيفال، ترونو انترناشنال فيلم فيستيفال بهاي السنة، ولكن تم تأجيله للسنة الجاية للفيلم فيستيفال. فإن شاء الله البروديوسرز تبع الفيلم عم يلاقوا من لاقي إن شاء الله طريقة لنعمل له ريليس بأكتوبر هاي السنة إن شاء الله، سواء أونلاين ستريمينج على نتفليكس أو عدة وسائل إعلامية، ولكن إن شاء الله stay tuned، رح يكون إن شاء الله كتير كتير حلو. مدة 80 دقيقة، هو فيلم مانو وثائقي، تم إضافة أحداث درامية لإله والبلوت، بس إن شاء الله رح تكونوا مبسوطين لما تمشوا. طارق، إحنا قربنا نخلص بس طار عندك مشكلة مش عارف شو هي. الصوت. طارق، إحنا ضايل لسؤال سؤالين، تقدر بدي أغلبك تقدر تطلع وترجع تدخل؟ إيه طبعاً. أوكي. بس بتغلبك، هو ضايل سؤالين، سؤال حتى إن شاء الله حننهي فيه. طبعاً زي ما أنتم شايفين قصة رائعة، إكرام تحكي طاقة، حب، سلام، تفاؤل، أمل، نجاح، هذا أنت يا طارق هدهد. سلام لكم، سمعت عن مشروعكم وقصة نجاحكم، ولكن بعد هذا اللقاء شوقتني أن أبحث أونلاين وأهدي شوكولاتتك لفريق العمل عندي في المكتب، خصوصا الفريق الذي يعمل مع القادمين الجدد، وفعلا نغير نمطية التفكير أن القادم الجديد أو القادمين الجدد إنما هم إضافة في المجتمع الكندي. الكل بيحكي لا يمل، فعلا لا يمل من طارق. طارق عنده سعة قلب. أنا طارق، يعني احنا بدنا منك نصيحة للشباب والقادم الجديد، خاصة اللي بوجد صعوبة دائما في إيجاد عمل وبوجد إحباط، ما هي الكلمات التي وتوجهها لهم؟ أكيد فعنيني هلا الصوت واضح؟ تفضل. يعني كويس، أفضل. يعني ممتاز. النصيحة الأولى طبعاً مثل ما حكيت اللي هي التفكير بالعطاء أولاً، التفكير بطريقة كيف أنت ممكن تنشر رسالتك بالمجتمع المضيف. نحن ما أجينا هون لناخد، نحن أجينا من بلداننا بالشرق الأوسط أو حوالي العالم لهي البلد لحتى نكمل المسيرة، ولحتى فعلا نقدر نعطي لهي البلد اللي هي عطتنا اللي بكل شيء فقدناه ببلداننا الاصليين. فحاول تكون عامل منتج وما عامل اخاذ دائما، وحاول انت تلاقي فرصتك وتبنيها، واذا ما لقيتها دور على الاشخاص اللي حواليك، لانه في كتير عالم حتى لو بلشت القصه ببوست على فيسبوك، ان انت بتنشر مشكلتك وبتنشر الايديا تبعك والشو والمسج اللي انت بدك توصله، وان شاء الله ممكن تلاقي كتير عالم توصل لك. النقطه الثانيه اللي هو you have to take the first step yourself. ما حدا رح يجي لعندك يدق عليك الباب
ويسألك والله you just arrived in Canada, what do you want to do now? يعني you have to take the first step, you have to get out there, you have to speak to the media. بنصح أي شخص بيوصل على كندا بس يقعد مع حاله لمدة ساعة بيبلش يسأل حاله أنا ليش إجيت على كندا وشو حابب أعمل ويكتب هدلون النقاط ويبعتها للوكال ريبورتر. في كتير لوكال نيوز بيبرز بكندا وأنا بتحدى أي شخص ما يلاقي وسيلة إعلامية تنشر له. في كتير وسائل إعلامية بتنشر لك أي شيء ممكن تكتبه, خصوصاً إذا أنت كنت قادم جديد, خصوصاً إذا كان عندك رسالة, خصوصاً إذا كان عندك شغلة نبيلة حابب تحكي عنها, وإذا أنت وصلت على كندا وحابب تعمل شبكة مجتمعية حواليك. طبعاً استغل وجود اللوكال نيوز بيبرز واللوكال ميديا. دائماً دور, روح على جوجل واكتب أسماء الريبورترز اللي بمنطقتك وإن شاء الله هني ممكن يساعدوك. النقطة الثالثة اللي حابب نوه له هون, دائماً أنت حاول تتأقلم. مثل ما حكيت تجري رياح ولا تشتري السفن, ما حدا كان متصور إنه يصير في كورونا فيروس. لو بعرف في كتير نيوكامرز بلشوا بيزنسز خلال كم سنة اللي مضوا وتأثروا جداً بالكورونا فيروس, إنه التوريزم سيزون ما كان مثل ما كانوا توقع. حاول دائماً إنك أنت تتأقلم لحتى تزيل هذا الشعور الفراستريشن اللي هو عندك. ودائماً بعمل أنا أكتيفيتي صباحاً مساءً, يعني هو دائماً ملازمني. دائماً بكتب على ورق إنه أنا لشو أكتر شيء ممتن له, خصوصاً لما كشعوري كمواطن كندي جديد. أنا أخذت الجنسية ب 15 جانوري 2020, يعني أنا مواطن فريش, مواطن كندي فريش. Welcome to the family. الله يسلمك. فدائماً بكتب على ورق إنه أنا شو أكتر شيء ممتن له, من العيلة, بالحرية, إني عايش بكندا, الطقس, حتى الطقس, يعني الإنترنت, طريقة التواصل عن بعد. في كتير أشخاص بيتمنوا, في أكتر من 1 billion people around the planet, بتحدى أي شخص ما يلاقيهم. حوالي 1 مليار شخص حوالي العام بيتمنى يكونوا هو أنت هلأ. يعني كل شيء أنت بتلاقي صعوبات بحياتك, دائماً فكر للأشخاص اللي عم يعانوا أكتر منك. والنقطة الأخيرة اللي بدي لك إياها, دائما كن فخور بشيء انت عملته. يعني انت لما توصل على كندا كن فخور بهي الرحله, لانه في كثير اشخاص حاليا حوالي العالم هن ما اخذوا هذا الخطر, ما قرروا انهم يهاجروا, ما قرروا يجربوا صعوبات الهجره لحتى يبلشوا ويبنوا وطن جديد لهم. الموضوع صعب, الموضوع الهجره صعب, بس انت متى ما وصلت لهي البلد دائما فكر انه انت لازم تكون فخور بالأشياء اللي عملتها والأشياء اللي رح تعملها, فخور بالعالم اللي ساعدتها, ودائماً مد إيد المساعدة للأشخاص الجداد. لأنه إذا أنت كنت ناجح فعندك المورال ريسبونسبيليتي, عندك المسؤولية تجاه نفسك وتجاه المجتمع وتجاه البلد الجديد اللي أنت فيها لحتى تساعد الأشخاص التانيين يكونوا ناجحين ويوصلوا للنجاح. الحقيقة واحنا اطفال واحنا مراهقين كنا لما نحضر افلام في السينما, اذا كان الفيلم كاراتيه وكان فيلم بطولي نطلع على الشوارع نحاول نفرغ الطاقه الايجابيه, طاقه القوه هذه وطاقه العنفوان اللي بناخذها من الفيلم. اذا كان رومانسي بنطلع بدنا نحب كل اللي في الشارع. اذا كان الـ 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 الفيلم عن العلم والتعلم بنصير كلنا بدنا نتعلم, وإذا كان الفيلم ديني بتصير كله بدنا نروح نتعبد ويزيد علاقتنا مع الخالق. إحنا بعد هذه الحلقة أنا أتصور إنه الطاقة الإيجابية للعمل, الطاقة الإيجابية للإنتاج, الطاقة الإيجابية للمساهمة في هذا المجتمع, الطاقة الإيجابية للمزج ما بين البزنس والإنسانيات, الطاقة الإيجابية حتى تكون أنت إنسان حقيقي في المكان اللي أنت موجود فيه, ممتن لهذا المجتمع اللي أنت حولك, وممتن للخالق اللي خلقك في هذا الكون حتى تنتج وتعمره. الطاقة الإيجابية اللي طارق أنت أعطيتها اليوم كفيلة بأنها تجعل كل الشباب اللي استمعوا لك, وبنحكي الشباب يعني صبايا كمان مشمولين في الشباب لأنكم شباب, فكل كل هؤلاء صبايا دائما شباب, دائما شباب. نعم نعم, كل من استمع لك يعني كفيلة هذه الكلمات إنها تجعله
إنسان آخر يعمل وينتج وينتج في هذا المجتمع ويتجاوز حتى العقبات ويتجاوز حتى الإخفاقات اللي مر فيها. فأنا بشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كدار تي في وكل المشاهدين. شكرا طارق. شكرا جزيلا، كان لي الشرف أن يكون معكم اليوم، شكرا لاستضافتي. طبعا مرة أخرى إحنا باسم قناة تي في بنشكر طارق، طارق هدهد اللي كان معنا اليوم، صاحب مشروع Peace by Chocolate، أبدع في اللقاء، كان لبق متحدث جميل، بس ما كناش شوكولات يعني، إن شاء الله قريبا بس نروح على نوفا سكوتيا أو بنطلبها أونلاين يا جماعة. Peace by Chocolate أونلاين موجودة. حابب أذكركم إنه طارق توب 25 immigrants، تعملوا فوت كل يوم، باقي لشهر أغسطس، فعندنا وقت ندعم طارق إن شاء الله يكون one of the top 20 immigrants 2020 RBC. بذكركم حلقات غدا إن شاء الله الساعة 5 حنتكلم عن الماسك، بما أنها صارت mandatory في أوتوا وحتصير mandatory قريبا في مونتريال وتوقع في بعض المدن، هنتكلم عن شغلات كثير ناس كثير عنها ميديكالي بالماسك، بخنق ما بخنق، شو انواع الماسك، كل هاي الشغلات الساعه 5 يكونوا معنا. الساعه 7 ان شاء الله حنكون في نادي التكنولوجيا في حلقه مميزه مع الدكتور هشام قدومي، والساعه 9 ان شاء الله غدا حنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو شهر يوليو او الشهر السابع من السنه، الشهر الذي اختير كانه يكون شهر الثقافة المصرية في مقاطعة أنتاريو، فحيكون معنا ضيوف مصريين يتكلموا عن هذا للسنة الأولى طبعا بيصير، فكونوا معنا غدا إن شاء الله. لا نريد أن نقول لكم وداعا، ولكن نقول إلى لقاء قريب إن شاء الله. كنار، صوت العرب من كندا، تصبحون على خير.